تعرضتي لخيانة صداقة؟ خيانة صديقة لك؟ ولا انت خنتيها؟ أني حاب نعرف تفاصيل هذه القصة المثيرة. تعرضت لخيانة مثل طعنة بالظهر، أنا بعتبرها طعنة بالظهر صراحة، لأنه طبيعة الحال أنا إنسانة مسالمة، ما عندي مشاكل. خولة السالم المسالمة، الحمد لله. يعني ربما تكون أنت الشيطانة الشريرة في القصة. لا أكيد، الناس كلها اللي عم تشوفوا واللي بتعرفني بتعرف هذا الحكي، أنه أنا إنسانة الحمد لله بحياتي مسالمة بريئة. أبحث عن السلام بأي مكان، فودايما بفترض الخير بالناس حتى يثبت العكس. فتعرضت لطعنة من صديقة أنا لمدة 4 سنين، ولا قلت لك قد ما يكون الصديقة أنا ممكن أقربها على حياتي الخاصة وهيك، ولكن 4 سنين وأنا ولا أكثر، 5 سنين أنا قدمت لها كثير، وهي بتكون عم أكيد عم تسمع وبتعرف. طيب إذا كانت مثل ما تقولي راهي تسمع فيك، وجهي لها كلام في هذه الكاميرا. بتمنى أنه تشتغل على حالة وما تكرر الشيء اللي عملته معي مع إنسان تاني، وما تخيب ظن الناس اللي كانوا يشوفوها إنسانة منيحة، وما تعض الإيد اللي مدت لها بكل صراحة، لأنه أنا الموضوع كان كتير قاسي علي، وصدقني كنت أقعد بمدة يمكن 10-15 يوم كل يوم أقعد أبكي، وإنه بس عم حاول أبحث عن جواب